لو الفيديو ده وصل 100,000 لايك في 6 ساعات هتدهن الموبايل بتاعك ومن غير كفر. طب لو وصل 150,000 لايك في 12 ساعة هدهن موبايلي وموبايلك. موافق؟ التاني احسن. ازيكم يا دباحين، ورجعنا لكم فيديو جديد. فكرة فيديو النهاردة، صبغنا الاشياء بالصبغة فوق الماء، صبغنا الالعاب بالالوان. هو الحوار بدل ما انت هتلاقوا الاسم ايه، انتوا شفتوا اسم الفيديو بس عارفين الفكره. هي الفكره ان شفتوا انتوا الفيديوهات بتاعت التيك توك اللي هو مثلا بيرش حاجه كده بتبقى داخله فيها الوان البحر والوان مع بعض، وبتبقى الصبغه على الميه حاجه روشه قوي. احنا بقى هنعملها النهارده على ارض الواقع. زي ما انتوا شايفين كده احنا مجهزين حاجه الشغل، كل واحد معاه البرميل بتاعه، الجوانتي بتاعنا. فقبل ما نبدا الفيديو، لو انت مش مشترك في القناه انزل تحت دوس على كلمه اشتراك كده، يبقى انت اشتركت وانضميت لعيله الدباحين. وطبعا اهم حاجه ما تنساش تدوس لايك عشان نوصل الفيديو ده مثلا 200,000 لايك كده. انا متحمس للفيديو ده قوي. ابتدي انت الاول. لا رش الموضوع ده محتاج. اوه بدات تبقى فيه هنا خطوط، خدود وخدود وخدود وخدود، ضغوط 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 ضغوط. تحس ان انت فاهم عند الراجل اللي بيرش الكراسي ده اللي في الشارع. اوه جامد. ادي استنى ساعده. لا 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 انا وانت مع بعض. لا 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 احنا نشوف مين اللي هيعمل حاجات احسن من التاني. استنى استنى استنى، ده الجراب بتاع مين؟ الجراب بتاعي. بتاعي. اوكي. اوه جامد ولزوز. ادي له وش تاني. هو لما خد الوش التاني يا عيني اتعمى. هاتين من جوه بقى. جامد. قبل ما تكمل نخش احنا بقى ايه؟ نخش احنا بقى على بتاعي. اللون جامد، اللون اللي جامد. ثانية بس عشان ايه؟ الريحة قوية جدا. بصوا بقى، المفروض ان اساسيات الدهان ان انت بقى تنضفه بكحول وكده، بس بالحب بقى فاهم؟ بالحب. يلا. اوه احمر واخضر واصفر وفي برتقاني على ايدي بذمتك. مين اجمد؟ هادي. اوه اه شايف؟ حق ربنا حق ربنا. ليه كده هادي فاهم؟ مينيمال كده في نفسه قوي. بس انا بتاعي ينفع للمصايف وكده والجو، الناس الفرفوشه كده. يا جماعه يبقى 1-0 الجريكس، هو طلع ذوقه احلى شويه بس مش مشكله. دلوقتي هنبدا بالاقنعه دي، ده اقنعه ستار وورز. المهم انا اختار لون ايه مثلا؟ انا اختار الاصفر واختار البرتقالي عشان اثبت لك انك فاشل. طب بقول لكم ايه؟ استنى بقى ابتدي انا. ابتدي ماشي. واو يا لو من اختراع يا فندم. بالبني شويه. بصوا هو الاختراع تحسه فاشل شويه، فهنشوف له اي لون تاني. انا ضمنت اني هكسب. يلا اديله فرصه. طب والله حلو. بص اللون الاخضر مع اللون البني، الجيش المصري يلا. انا هحطه هنا كده للذكرى. والله جامد. طبلوا لي شويه. والله الواد ده بيعرف ينقي الوان. الواد ده تربيت. هو في لون ثالث ظهر في الحوار ده على فكره. ايوه 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 ايوه. بص بص الموجات. ايه ده صعب قوي. وريني. طب شايف الجمدان؟ طب ثانية ثانية بأمانة، يعني أنا عايزكم تحكموا ده ولا ده؟ ده جيش وده قناع جيش. طب بأمانة أنا أحسن؟ ده بيبي مان، ده اللي ينفع للجيش. بس لا لا ماليش دعوة. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ الله 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 الله. ده رقم واحد وده رقم اثنين، عايزكم بقى تكتبوا أنا أحسن أو تكتبوا بتاعت رامي أحسن، بتاعت جرجس أحسن. طب يا جماعة كده يبقى واحد جرجس. واحد. لسه قاعدين نتناقش على النقطة، بس هي أنا شايف إن هي بتاعت الماسك بتاعي أحلى وفي كل الألوان، تحس إنك داخل سايبر وديزني بقى والجو ده. المهم التحدي التاني هيكون على أحسن مرة. لا أنا هاخد ده معلش في فرق. أوكي هبتدي أنا برضو، إن طلع اللي بيبتدي ده بيبقى أحسن. معاك لونين بني وسيلفر. شايفين شايفين الجمدان. الله بسم الله. اه سي. لا لا كده غش كده غش كده غش.
يا ايه عملت له ساعة لسه الايد بقى الحوار يا جماعة طول شوية بس ايه يستاهل بأمانة يستاهل تحس ان انت معاك انتيكة بص العروق ازرق في كافيه في بني هي الحتة دي ممكن نعيد عليها شوية ماشي طيب احنا هنحط الكوباية بتاعتنا هنا لا انا لا نيكل اوه ايه ده الخضار عليك لا 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 هيكسب والله وباظت اوه يا ثاني ثانيه قبل ما تحط لا 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 قبل ما تحط اقول حاجه للكاميرا ماشي بعد ما انت تخلص هقول لك على لون كان ممكن يخش هنا يقهرك بس مش هقول لك عليه دلوقتي كمل 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 الودن دي احمر هو انت صيني ولا ايه يا اسطى ايوه ها والله في رايي باص بصوا يعني شايفين طب اهو استنى بقى تعالى ناخد راي الناس اهو المجدين جامد انت تسكت خالص الواد ذوقه حلو في الالوان بس على فكره اقول لك على حاجه لو كنت دخلت السيلفر مع البنفسجي كان هيبقى حوار طب ده كويس ان انا ما سمعتش نصيحتك انت ما سيحت الايد ما كانتش لسه نشف اهو طيب كده كام 2-1 لا تاني سمهاني كده كام 2-1 تاني 2-1 بس حلو طب يا جماعه كده نكون 2-1 لجيرس انا مش عارف ليه 2 بس يعني ايه الكسبان بيبدا صح لا استنى انا اللي هبدا لا انا اللي هبدا مين الاخ الكبير انا اللي هبدا اهي انت عايز تاخد دول ليه انا هقول لك يعني كل واحد فينا المفروض حرام والله المسدس لسه جديد ما كملش كام ساعه كنا جايبينه لحاجه ثانيه للفراغ المفروض ده مسدس اوربس مش خرز فايه بنحط الاوربس بقى سلم نفسك ادبح على ميه ساعه ايه ده هو مش تغلش ليه هو انا طلع في حاجه اسمها خازوق هنا اقسم ولا انا مش راضي ولا انا مش راضي انا اردم منك يلا بس انا كده خدت حقي كفايه قوي كده ده ما جاش يلا انا ابتدي انا لا لا والله انت ابتدي لا 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 اهو الام مدخلين ايه ايوه الاول بنرشه من قريب بيعمل اشكال بس لما ترشه من بعيد بص بيحصل ايه ولا اي حاجه هي هتيجي والله بص بقى ده شكل المسدس دلوقتي بسم الله يا رب ما يبصش عشان حبيت المسدس ده هي الايد حلو المسدس يضحك لا اما انا ممكن اكمله تديني فرصه اكمل لا 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 بس انا بس نشوف شغال ولا لا يا ابن اللذينه طب علشان ضربه الودان دي انا هعمل حاجه في الفيديو ده استبر بقى علي. هو كسب اللونين جامدين ماشي وهوب شيلو شيلو بسرعة جامد اوه شيت طب استنى نشوف بتاعي انا بتاعي بناتي قوي انت بتاعك جامد قوي يعني معظم البنات هتقول ده كل الولاد هيقولوا ده كان نفسي والله يبقى معايا لون ازرق واعمل ام فور تلج صنع البيت بس ما فيش لا انت بص انت شكلك وحش 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 طيب كده يا جماعه 3-1 فتقريبا انا خسران بس لسه في فرصه اخيره المره دي هتبقى مع عصايه البولي فانا هوريكم دلوقتي الالوان اللي انا مختارها ودول لونين جداد جدا بصوا الحلاوه ايوه بصوا بقى ايه
ايه رايكم؟ جالاكسي يا جدعان، كوكب الارضيه. اه والله بصوا جامده قوي. انا مش هتكلم عن نفسي كتير، ارينا ابداعاتك يا استاذ جريكس. ايعك ايعك. بس رد بقى اوريك الجمال، حتى مش عارف يقلبها والله. ايه يا جدعان كده يا جدعان؟ مش شغل ده والله. رب الكعبة جامدة. ايه رأيك؟ الاتنين متعادلين، انت نقطتين وهو نقطتين. يا انا خسرت. بص التضاريس، بص 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 هنا، بص الخطوط البيضاء واسعة ازاي. لو الفيديو ده وصل 100,000 لايك في 6 ساعات هتدهن الموبايل بتاعك ومن غير كفر. طب لو وصل 150,000 لايك في 12 ساعة هدهن موبايلي وموبايلك. لا موافق. التاني احسن. 6 ساعات. التاني نار. 6 ساعات. التاني نار. 150,000 في 12 ساعة انا وانت. 150,000 لايك في 12 ساعة انا وانت. اه طب على الاقل ايفون واحد عادي، انا هعوضه من بره الفرايد. موافق؟ للاسف. طب يا جماعه لو عجبكم التحدي ده، للاسف انا خسرت، بس هنستنى لحد ما نشوف اللايكات وهي اللي هتحكم مين موبايله يدهن الاول، يا اما موبايله هو بس. لو الفيديو جاب لايكات اكتر من 150,000 لايك في 12 ساعه يبقى موبايلي وموبايلك. فاهم حاجه؟ ما تنساش تدوس لايك، واهم حاجه تشترك في القناه، واشوفكم الفيديو كده.